طبعا الاغنيه دي طبعا عظيمه، يعني اول ما نزلت كسرت الدنيا، مع انها سامع انت كنت الاول كنت خايف منها ليه بقى؟ كلام كان مقلقك شويه. الاغنيه دي جت بعد البوم اسمه فارق معاك 2019، فقلت هنتج انا، زهقت من الشركات بقى، قلت كفايه عايز انتج انا بقى اجرب حظي شويه. فاجتمعت بقى مع عزيز شفعي، بوجه له تحيه طبعا عزيز شفعي. قلت له بقول لك ايه بقى، انا عايز اعمل غنوه او انتاجي بقى، انا عايز اجرب موضوع الانتاج ده. تعبت بقى والشركه بتنزل زي ما انت عارف بقى، الشركات لازم انت اللي تستاذنهم عشان تنزل وتستنى الطابور، وما بقتش احب بقى عايز تلخص انت بقى، عايز اخلص شغل وتخلص اغنيه وتنزل بيها على طول، ما تاخدش بقى. هي الدنيا بقت كانت ساعتها بقى ابتدت فكره السرعه انك عايز سينجلز على طول. فقلت له، قال لي بص عندي غنوتين، سيبك من الثانيه، هقول لك على حياتي مش تمام، بعتها لي على الواتساب، عجبتني جدا ولكن حسيت ان هي ايه يعني مش شبهي قوي، يعني مش شبه رامي يعني. هي في الاخر في انت عارف في اغاني كتير قوي زي ما يجي لك انت فيلم افلام كتير قوي حلوه، بس انت حاسس ان انت مهما عملت فيه مش هيطلع زي ما انت حاسس، يعني مش شبه امير مثلا. فانا حسيت كده برضه، حسيت ان هو مش شبه الاغنيه مش شبهي. فقلت له بص انا هجرب الاغنيه دي، سيبها لي اسبوع كده في الاستوديو عندي اجربها، وغنيتها وبتاع، غنيتها وابتديت اسمعها بقى اصحابي مراتي مش عارف ايه امي اهلي كده. انا بعمل طبعا الاول بقى انا دايما بعمل كده، كل لما الناس تسمعها تقول لي واو الاغنيه دي فظيعه، واو الاغنيه اول مره يعني تعجبهم قوي، غير لما عارف انت بتعمل اغنيه ما حدش يقول لك حاجه. ساعات كده مش وحشه يعني، يقول لك مش وحشه بس لا ما بيقولوش حاجه يعني، يسكتوا عارف انها مش عاجباهم. عشان انا بتضايق، ما بحبش ابقى بعمل مجهود مثلا حد يقول لي وحشه، ما بحبش اكيد اي حد يعني. يسكت احسن يعني. يسكت يبقى عارف ان هو مش عاجبه. كان عندي مشكله في حته مفتقدك بشده، انها كلمه شويه مش دارجه الفتره دي يعني مش موجوده. خصمت الشوارع برضو كده، حاسس ان انا ايه يعني خصمت الشوارع، خصمت البيوت. أيوة. والحاجات اللي بتاعت زمان يعني حاسس انها زمان شويه. رجع من الثمانينات هو عزيز، بس هو سمعلك متلحنه، سمعك كلام ولحن، سمعها لي على العود كده، العود هو بعتها لي على العود كمان، مخليها قديمه اكتر بالظبط. فقلت انا هجربها، هي جديده خالص عليا، كانت الغنوه جديده قوي الحقيقه. وقلت الجراءه مفيش، انا دايما بحب ابقى جريء في شغلي يعني، بحب قوي فكره الجراءه في الاغاني بالذات يعني، ما بخسرش حاجه. عندي اغنيه برضو اللي من الفتره فاتت دي ناجحه قوي اسمها انت جنان، هغنيها لك النهارده. برضو دي مجنونه شويه، فانا دايما هتلاقيني ايه بقعد ايه افكر في الحاجات اللي هي مش العاديه يعني، الحاجات المختلفه شويه. فجربتها عملتها وزعتها ونزلت الاغنيه في اول كورونا. وقت طبعا يعني وقعت رسمي. حظها وحش الاغنيه دي، كورونا خلاص قفلت خلاص، احنا اسبوع العالم هيقفل، وقال لك احنا هنقعد شويه في البيت وست شهور وسنه وبتاع. قلت بس الاغنيه بس هتحس الكلام كان ماشي مع كورونا، اللي هو خصمت الشوارع فقعد في البيت. انا قلت خلاص هي وقعت، مفيش شهر بالظبط لقيت الاغنيه من 3 مليون فيوز على اليوتيوب ل 30 مليون فيوز في شهر ونص شهرين، من الناس قاعده في البيت بقى فقاعده. فاكتشفت ان في ترند مكتوب خصمنا، احنا خصمنا الشوارع. كنت واخد بالك انت من الله دي؟ طبعا لا ما كنتش واخد بالي، انا قلت كورونا هتيجي توقف النجاح، هتيجي توقف ان الناس تسمع. فده كان وقت صعب ان انت تنزل ليه في الاغنيه. هي جت سبحان الله من عند ربنا، ساعدتها بشكل مش طبيعي. بس لسه شغاله لحد دلوقتي؟ لا ده هي دلوقتي اصلا كانها لسه نازله الشهر اللي فات.